تبذل مصر جهودا حثيثه لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وتجنيب المنطقه ويلات توسع الصراع. وما زالت مواقف القياده السياسيه ثابته بالتاكيد على دعم حل الدولتين ومنع تصفيه القضيه واقامه دوله فلسطينيه والتوصل لتسويه عادله وشامله للقضيه. بادواتها الدبلوماسيه وحكمه قيادتها السياسيه اثبتت مصر انها رمانه ميزان المنطقه فمنذ اندلاع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه تبذل مصر جهودا حسيسه للتوصل الى تهدئه للاوضاع وانجاز صفقه تبادل المحتجزين وادخال مزيد من المساعدات الانسانيه حتى الوصول الى مرحله المفاوضات بين اسرائيل وحركه حماس التحرك والمفاوضات الاخيره التي تقودها مصر تاتي في وقت بالغ الاهميه وهي بمثابه طوق النجاه لمنع توسع الصراع في المنطقه وتلاشي اي تداعيات للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ولم تكتفي مصر بالاتصالات المكثفه التي تقوم بها القياده السياسيه مع كافه الاطراف بل اقترحت رؤيه متكامله لحل ازمه غزه واصبحت هذه الرؤيه بما اشتملت عليهم المقترحات عمليه بمثابه المحور الرئيسي لكافه المفاوضات التي تمت في باريس والدوحه وتل ابيب ثم مؤخرا في القاهره المقترحات المصريه الاخيره اضفت اجواء ايجابيه على المفاوضات وحظيت بترحيب الاطراف المعنيه ومن هنا برزت امال هدنه ينتظرها سكان قطاع غزه حتى تتوقف تداعيات الكارثه الانسانيه ولا زالت مصر تسعى جاهده لتجنيب اهالي غزه ويلات شن اسرائيل عمليه عسكريه موسعه في رفح الفلسطينيه مع تكثيف اتصالاتها مع الولايات المتحده واسرائيل وحركه حماس من اجل منع تدهور الاوضاع في المنطقه واحتواء الموقف الذي يمكن ان يصل الى نقطه لا عوده وعلى جميع المستويات وخلال جميع الاتصالات ومسار مراحل التفاوض المختلفه اكدت القياده السياسيه على عدد من الثوابت ومن بينها رفض تهجير الفلسطينيين وتصفيه القضيه الفلسطينيه ثوابت لا تتغير ولا تتأثر، حيث ظل الموقف المصري منذ اللحظة الأولى من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي يواصل المساعي الدؤوبة لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.